الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، التحية تستمر هنا أيضا مع انطلاقة شوطنا 14 والمخصص أيضا للإبكار هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية هنا أيضا. ايضا مشاهدينا كما ايضا نعلن ان بان الشوط الثاني عشر بان ايضا المركز الثالث كان من نصيب غازي لسمو الشيخ حمدان براج بن سعيد المكتوم والمضمر عبد الله بن مر بن سعيد بن حلو الاكتبي. هكذا النتيجه تستمر هنا ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحدي هنا من ميدان التحدي بهذه الشعارات، شعارات صاحب السمو الشيوخ المنطلقه الباحثه عن ناموس هذا الشوط. أسير هناك أيضا مع المقدمة، مع الصدارة، مع المركز الأول في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه طيف تتواجد على الصدارة، أيضا لهجن العاصفة غياث الهلالي من يتواجد في عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، وصول وتقدم من الشاهينية لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة، أيضا يتواجد هناك المدهوشي. ولكن الله، شوفوا من القادم والمتسلل في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، بدأ التسلل في هذا المسار من قدم. هناك ايضا انطلاقه مميزه، انطلاقه ترعود لهجن الشحانيه. جابر بن سالم بن جابر بن فاران يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. انتقل مع المركز الرابع، وصول وتقدم من الشاهينيه، وصول ايضا من هذا الشعار، شعار هجن الشحانية. يتواجد العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التدريب والتضمير. الله، يا العملاق يتواجد هنا مع هذه الأسماء القوية في عالمنا الساحر، عالم سباقات الهجن. انتقل مع المركز الخامس، انتقل هناك مع الظبي لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى. ولكن ياهي أسماء، ياهي شعارات من خلف المراكز الخمسة الأوائل المتقدمة. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة، أعود بانطلاق الطيف لهجن العاصفة. غياث الهلالي يتواجد في عملية التدريب والتضمير على البداية الأولى، على صدارة هذا الشوط المركز الثاني. وصول هناك ايضا من العود لايضا هجن الشحانيه. جابر بن سالم بن جابر بن علي بن فاران يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. المركز الثالث، وصول من الشاهينيه سعاده الشيخ خليفه بن محمد بن خليفه بن حمد الهاني. هنا ايضا يتواجد راشد بن حمد بن علي المدهوشي في عمليه التدريب والتضمير. ولكن الله، وصول وتقدم من الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء، وصلت على المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وهناك ايضا اعلان، وصلت، خذت المركز الرابع. وصول هناك ايضا وتقدم في هذه اللحظات، ايضا اعلان، وصلت هنا وتقدمت على المركز الثالث سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن ال ثاني مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السنياري. هناك ايضا يتواجد في عملية التدريب والتضمير. هكذا النتيجة مشاهدينا، هكذا النتيجة، هكذا الاسماء التي بدأت تتقدم هنا بقيادة الطيف على المقدمة، بقيادة الطيف على الصدارة، على المركز الاول. ولكن شوفوا من القادم، شوفوا من القادم، هنا مزنة واصلة في هذه اللحظات. يا سلام، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد يتواجد في عملية التدريب والتضمير. عجيبة عجيبة عجيبة، تدخلت عجيبة في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هنا أيضا يتواجد في عملية التدريب والتضمير. هناك أيضا في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هنا ايضا اعود الى البداية، اعود الى الصدارة. ولعت ما بين هالاسماء، ولعت ما بين هالشعارات. طيف هناك ايضا، هنا ايضا طيف على الصدارة، على المقدمة والمركز الاول في هذه اللحظات لهجن العاصفة غياث الهلالي. الله، يا
يا طيف الله، الله يا طيف على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وهناك أيضا بن حلوة، بن حلوة، بن حلوة، حلوة يا بن حلوة في عملية التدريب والتضمير. المركز الثالث هنا الوصول من إعلان، وصلت إعلان، تقدمت إعلان. هنا أيضا سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن مسفر بن علي بن عبيد بن راشد يتواجد في عملية التدريب والتضمير. وصول هناك من الظبي لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي أيضا من يتواجد بانطلاقة إعلان. الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير، هناك أيضا بدينا بالهبوط التدريجي، بدينا هناك أيضا بالعد التنازلي نحو خط نهاية المسار المستقيم. هناك الناموس يحتار، الناموس يحتار، الناموس ما بينها الأسماء، ما بينها الشعارات. هناك طيف، طيف والشاهينية، طيف والشاهينية تدخلت مشغلة. الله يا سلام، هذه مشغلة الستمائة متر الأخيرة، جولة الأوامر، جولة التحديات، مشغلة 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 على البداية الأولى لهجن الشحانية، ولكن بدأ التسلل. هناك أيضا على الصدارة، على المقدمة والصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. هناك أيضا عجيبة 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 مع جولة الأوامر، النهاية على الصدارة، على المقدمة. هنا خالد بالمر بن حلوة تواجد في عملية التدريب والتضمير، هذه عجيبة على مقدمة هذا الشوط. تهانينا 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. خالد بالمر بن حلوة يتواجد في عملية التدريب والتضمير، تهانينا تهانينا. والناموس هناك أيضا على فوز عجيبة. هناك أيضا لحظات الوصول والعبور إلى خط نهاية المركز الثاني، مزنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمن احمد بن سلطان بن خليفه اسود. المركز الثالث وصول من طيف لهجن العاصمه. المركز الرابع ايضا وصلت الظبي لهجن الشحانيه. والمركز الخامس هذه هناك ايضا ثمينه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا النتيجه للخمس المراكز الاولى المتقدمه مشاهدينا متابعينا الكرام. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا ايضا لخالد بالمر بن حلوه على تقديم عجيبه هناك ايضا وقاطع الخمسه كيلو مترات في زمن وقدره. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام لحظات ننتظر التوقيت الزمني، هناك أيضا توقيت عجيبة. سبعة دقائق 40 ثانية وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام وصول هناك ايضا من مزن لسمو الشيخ حمدان بن راشد، حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، احمد بن سلطان بن خليفه بن رشيد في عمليه التدريب. وايضا 7 دقائق 41 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. ايضا المركز الثالث هناك ايضا اللي حامله رقم 6 هنا غنيه دائما عن التعريف هذا الشعار، طيف لهجن العاصفه. وتهانينا ايضا لغياث الهلالي على تقديم طيف والتوقيت الزمني هنا ايضا المرافق مع طيف. المركز الثالث 7 دقائق 47 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس.